لعبة ذا ميديوم هي حصرية مايكروسوفت الكونسولية للجيل الجديد من فريق بلوبر، واللي اشتهرت بتطوير ألعاب الرعب النفسي والغموض والاستكشاف مثل Layers of Fear وObserver. هذه اللعبة الجديدة من فريق تم استلهامها من ألعاب الرعب الكلاسيكية مثل Silent Hill وAlan Wake، وتعتمد فكرة اللعبة الرئيسية على تواجد الشخصية في عالمين متوازيين في نفس الوقت على الشاشة بشكل ما شفناه من قبل. القصة بداية اللعبة فيها غموض كبير، وراح تستمع لأحاديث من عدة أشخاص ما تعرفهم. الأحداث في البداية بتكون بسيطة وبطيئة ويمكن ما تشد انتباهك بشكل كبير، لكن لما تتقدم أكثر في اللعبة راح تكتشف أماكن مثيرة للاهتمام، وبتلقى رسائل ومدونات لأشخاص مختلفين، وكل واحد منهم بيحكي عن تجربته أو الماضي الخاص فيه. I can't believe they sat me across from Boris. I don't care whose nephew he is. لاحقا كل شيء راح يكون منطقيا بالنسبة لك، فكل هذه المعلومات متصلة في دوامة مليئة بالألغاز والغموض، مع الوقت راح تغوص في لب القصة وتشدك أحداثها بقوة، وهذه تعتبر أكثر قصة لعب رعب استمتعت فيها إلى يومنا هذا. نظام اللعب هو أبرز عناصر هذه اللعبة، ويستخدم فكرة الدول رياليتي أو ما يمكن تسميته بالواقع المزدوج. الفكرة مبدأها أنك بتلعب شخصية البطلة في عالمين مختلفين في نفس الوقت، بحيث تنقسم الشاشة إلى قسمين، وتقدر تشوف البطلة تتحرك بشكل متزامن في بيئتين مختلفتين. العالمين اللي نتكلم عنهم هم عالم الأحياء الواقعي وعالم آخر يسمى بعالم الأرواح، بحيث بتشوف هناك شخصية هي نسخة منك تتحرك فيها. الفكرة الرئيسية في اللعبة هي حل ألغاز متعددة باستخدام فكرة التواجد في عالمين في نفس الوقت. كمثال، يمكنك تلقى باب مغلق في العالم الواقعي، لكن لما تفتحه في عالم الأرواح بيفتح لك الطريق أيضا في العالم الواقعي، والعكس صحيح. اللعبة بشكل رئيسي تعتمد على الألغاز وحلها، وما فيها قتال أو معارك من أي نوع، وتعتمد على عناصر الرعب الكلاسيكية عشان تلعب مشاعرك أثناء التجول والبحث. مثلا أحد مقاطع اللعبة راح تقوم بفكرة مشابهة كما شفناها في لعبة Death Stranding، بحيث لازم تتخفى من العدو وتتسلل منه وتكتم أنفاسك عشان ما يشوفك أو يدري عنك. بعض المقاطع الأخرى تتضمن هروب من عدو معين، فهذه المقاطع يمكن للشخصية تموت وتضطر للإعادة. بشكل عام الألغاز متنوعة جدا ولا تتكرر في اللعبة، لكن بعض الفقرات تتكرر بشكل مزعج أحيانا، مثل بعض الأبواب الجلدية اللي لازم أنك تفتحها باستخدام مشرط من فوق إلى تحت بعملية جدا بطيئة ومزعجة، وأحيانا كثيرة تطلب أنك تكرر هذا الشيء. الأجواء ما هي الشيء الوحيد اللي استلهمتها هذه اللعبة من ألعاب الرعب الكلاسيكية، لكن أيضا أسلوب الكاميرا في اللعب. في هذه اللعبة الكاميرا بتكون ثابتة وما راح تقدر تحركها، لكنها بتتحرك معك أثناء اللعب بشكل تلقائي. فريق التطوير تحدث عن مسألة محاولة تقديم كاميرا متحركة في اللعبة، لكن ذكر أثناء تجربة الفكرة اللاعبون شعروا بدوار وغثيان، وعشان كذا ما سواها، لأن الكاميرا الثابتة تعمل بشكل ممتاز في اللعبة، وهي تفي بالغرض كونها لعبة حل الغاز وما فيها قتال على الإطلاق. رسوم اللعبة رائعة جدا وتبرز فيها تفاصيل عديدة، خصوصا تعابير الوجه الشخصية وأيضا تفاصيل البيئات في اللعبة، لكن مثل ما هو متعودين عليه هذه الأيام واجهتنا بعض المشاكل التقنية الرسومية، مثل الظهور المفاجئ للنقوش على الجدران أو ما يسمى بـ Texture Pop-up. وأيضا لاحظت أحيانا تظهر أنوار قوس قزح على الشاشة بشكل غريب، وكان يختفي إذا قمت بتحميل ملف الحفظ من جديد. عموما هذه الأخطاء يمكن حلها بتحديث مستقبلي، بيعتمد الأمر على المطور. بشكل عام لاحظنا أن اللعبة تتطلب الكثير من الجهد على الجهاز، بحيث أن شخصيتين وعالمين مختلفين يعملان في نفس الوقت على الشاشة على جهاز الإكس بوكس سيريس إكس. من خلال تجربتنا حصلنا على 30 إطار في أفضل الأحوال، بعض الأحيان حسنا أنه يهبط هذا الرقم إلى أقل من كذا، لكن الحقيقة هو أننا ما شفنا هذا الشيء مزعج أبدا. من الأمور راح تعجب عشاق اللعبة الرعب الكلاسيكية هي أن الموسيقى في اللعبة من تلحين الشهير أكيرا ياموكا، واللي اشتهر بتلحين سلسلة سايلنت هيل الشهيرة. هنا أكيرا أطلق إبداعا من جديد، الموسيقى في اللعبة ساحرة وجميلة وبتعطيك إحساس بجو المكان اللي تتواجد فيه، بحيث يختلف أسلوب الموسيقى من مكان إلى آخر. المؤثرات الصوتية في اللعبة تم تطبيقها بشكل ممتاز، وبتسمع حمسات مثلا إذا اقتربت من أداء عليها ذكريات محفورة. وأحيانا تسمع صوت خطوات أقدام من حولك، فالأصوات تلعب دور مهم في اللعبة وتدخلك أجواءها وتساعدك في استكشاف المكان وحل الألغاز.
هذه اللعبة بتاخذك في مغامرة قصصية ساحرة، راح تدمج معها وتستمتع في استكشافها. معنا تصنيفها رعب نفسي، إلا أني وجدت عوامل الرعب فيها قليلة لكنها محبوكة بشكل ممتاز، وتكون في أوقات ما تتوقعها أبدا. وإذا كنت من محبي ألعاب الرعب الكلاسيكية، فأنا لعبة The Medium هي لعبة المفروض أنك ما تفوتها.